هاي جيست اوف ذا داي صار باستوديو. تشرين الاول 2016، سنتين مرقوا على رحيل الموسيقار ملحم بركات، سنتين وبعد غيابه بيوجع كل اللبنانيه، بيوجع عائلته، بيوجع العالم العربي وكل محبينه. بس مثل ما بيقولوا اللي خلف ما مات. ليش؟ لانه ابنه كثير ناس بتحبه، كثير ناس بتحب صوته، كثير ناس بتتذكر فيه ملحم بركات. اليوم هو ضيفنا وعد بركات. اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. اهلا وسهلا فيك وعد. ميرسي. اهلا وسهلا فيك. اول شيء نحن كثير مبسوطين انه انت اليوم ضيفنا، وخاصه لهيدي الذكرى اللي ابدا ما بننساها ودائما بتنطبع كل سنه عن سنه براسنا. انا ما بحفظها، يعني بجري ما احفظها عمار، تخيل. ما بدك تحفظها؟ لا لا لا. صحيح الدرجة عن جد، يعني بيسألوني ما بعرف، ما بعرف أي نهار وما بعرف. طب وعد، بس تبلش تغوص بتفاصيل الأيام اللي قطعت أنت ووالدك، شو أكتر شي بتذكره أو شو أكتر شي هيك بيعلم فيك؟ أكتر شي كان علم فيه منه هو صدقه. بس قد ما كان صادق أوقات كنا نحس بهيك وهرة كتير قوية، لدرجة أنه هذا شيء كثير علقني فيه. والإنسان الصعب بالحياة عادة إذا حابب تتقرب منه بتصير تتعلق فيه أكثر وأكثر لأنه صعب. بينما إذا كان منه واضح، أما إذا كان سلمي هيك مش من حبركات ما فيك ما تتعلق فيه. لفت صغيرة من نيكست، خلينا نشوف فيديو ونرجع. عد الأيام اللي عم تمشي عم تمشي 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 فينا وتروح فينا وتروح دمعة من سيئة على رمشي على رمشي 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 بتداوي جروح بتداوي الجروح ما بيبقى إلا حكايتنا والذكرى الحلوة جمعتنا جمعتنا أحلى الأيام عد الأيام اللي راح عد الأيام عد الأيام اللي راح الله يرحمه الراحل ملحم بركات. في ناس او في على ملحم بركات كانوا ايه في وفي وما في كمان، يعني مش حلو اقدر ارجع عيد ذات اللي قلته، بس انه بحس اللي بعاد هن اللي كثير اوفياء واللي قراب قليل كثير اوفياء منه. بس دائما اللي بعيد اللي بحبك هو بعيد وما بشوفك دائما، هيدا مزبوط تحس وفى. بينما حدك دائما ما بتعرف. أنا هيك بحس. وعد، برأيك الموسيقار أخذ حقه أكتر لما كان عايش ولا لما توفى؟ ليك أنا كان، يعني كان في مثل مش أخذ حقه، حكى بالموضوع مش أخذ حقه. أنا مثل ما أنا بشوفه أنه هو من مال هيك حقق نجاح كتير قوي، وبعد ما ماته كمل نجاحه بقوة ماماته اللي هي هو هذا اللي كان بده أصلاً. موته كان صدمة بالإجابة. هي صدمة، بس هون الفنان بتعرفي إنه حقق من وقت ما مات. إذا هو مزبوط بعد ما بيحكوا عنه، إذا هو مزبوط قوي، إذا هو مزبوط فعلاً بعده بقوله هو البطل، يعني أكيد حقق ما في شك وختمه. في شيء أغنية مخبية ممكن إنه ترجع تنظهر على العلن، ممكن ترجع بصوت أبو المجد. بصوت أبو المجد. في خمس أغاني
موعودين فيهم الجمهور والعالم ان شاء الله قريبا. في خلاف عليهم رح ينزلوا دغري ما رح ينزلوا دغري؟ لا لا ما في خلاف، يعني العائله متفقين انه تنزل. نحن كثير متفقين بهالامور وواضحه يعني الشغله. ممكن اغنيه منهم انت تغنيها وعد بصوته او يكون في ديو بينك وبين، حتى لو كان معقول هيك شيء بي مرندح بشيء مقابله شيء غنيه مش موجود مسجل بالاستوديو، معقول هيدي هيك اعمل مع ديو بس كل شيء موجود بصوته؟ لا سيرج اصبك تنزل بصوته. تبعتينا بس قلنا اي متى بدها تنزل؟ ما بقدر اقول لانه هيدا الشيء بدنا نرجع نقعد نحن في دراسه طويله عريضه للموضوع. طب نزلت اغنيات ونزلت العديد من القصص يعني العالم تفاجأت فيها قبل، خلينا نشوف فيديو ومن بعده بعلق على اللي نزلت. يلا فيك ما تردي فيني ليلي نهاري بحكيني، فيك ما تردي فيني وليلي نهاري بحكيني، حسوا فيك كل الناس وانت بطلت يعني من كندا لهون يعني. فعلا فعلا سيرج انا تفاجأت. اول شيء تحيه لمارولا، انا دائما بنسى عائلتها لانه حافظ مارولا بس مارولا. هي بنتها بتكون هاي، وميرسي كثير على الفيديو كثير مهضوم وكان عفوي هيك وبعثوا لي هذا اسمه نجاح انه حتى طفل عن جد او طفله يعني حبت الاغنيه عن جد. انا حبيت، انت حبيت الاغنيه؟ انا كثير حبيتها بس انا عرفت حطيناها بنفس وعرضناها، خلينا نرجع نشوفها مره ثانيه. انت قلت نوت باد؟ لا لا انا ما قلت نوت باد ابدا. شوف خلينا نشوف شو قلت انت عرضني. ايه هيك احلى انه الحلو انه الواحد يعمل فيديو كليب. حلو ايه بس بده تكلفه يعني، وانا لوحدي مش قادر. لا بس بيقولوا انه وعد بركه معه كثير مصاري انه معك هلا قد ايه حلو السيد انه ايه لا سيد حلو لا ليك الحمد لله بشكر الله انا يعني مش هايس حدا بس مش انه معي كثير مصاري ابدا مش انا اللي ما انا يمكن ورثت شيء بسيط بس انا كوعد هلا عم بعمل وعد عندي اجارات وهيك بس وعد معي كثير مصاري على سي ورثت قلت لي شيء اوكي ورثت انت وبيك الفن والغنى والطيبه شو ورثت غير كمان؟ غير الغنى والفن والحب هضامته وعفويته صدقه يعني عندك الجنون اللي كان بيك عنده اياه يعني لا 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 مع بغض النظر بيك كان طيب وصادق و صح وصح بس هيدي يعني بس كان عنده هيك طبع مجنون. هلا انا عندي فن بس ما بعتبره جنون مثل ما هو كان عنده اياه لانه هو عن جد وصل لمرحله الجنون باعماله صراحه. بس لا رح نبلش نشوف بدي اشوف انت شو قلت هديك الحلقه لانه انا سمعت انه قلت نوت باد كاغنيه كنت بعد ما سمعتها مزبوط يعني بلشت سمعت اول رفران وترجعت حبيتها للاغنيه. اوكي لك يا رايك لا انا بقول بغرب وجهك. لا عادي مش لا انا ناطر لحظه الاول بعدك حافظني اياها بكون ما قصدي انا قالوا لي اغاني اول مره ما بنتقبلها صح وبعدين بنقول عن جد رح اقول لكم شغله على الشغله كثير مهمه الغنيه ما بتتقبلها بسرعه عرف انه لحن جديد صحيح هذا جديد على عينك انت ما عرفت تحكم عليه بسرعه بس اسمعوا مره اثنين ثلاثه بتسعه هلا نوت باد معلق هيك اوكي بس انا بس انه حتى نوت باد بس انا برجع رجعت قلت انه حلوه الاغنيه بغير حلقات خلينا نشوف صور ونعلق عليهم سوا. يلا اول صوره كان سموك جوز مظبوط انا وصغير كانوا يلاقوني جوزي كنت فكر انه عن جد كيف عرفت انه كنت حب جوزي؟ لا ما في خبرك بس اللي كانوا خبروني اياه انه انت وصغير كنت بتفكر انه كل حيتان تحت البحر انت نازل مش كل حيتان انا كنت كثير حب هالموفي وكثير تاثرت فيه لدرجه انه دائما خبر اخبار انا نازل اقتل جوز نازل اقتل جوز صار عيطوني جوزي وتعيش الخبريه وتصدقها خبروني اياها بطريقه السيد طلع فيه برافو اوضا ايه جوزي صار عيطوني. طيب بنشوف صوره ثانيه ايه مايكل جاكسون مايكل جاكسون كان وبعده يعني انا مثلي الاعلى بغربه لانه من انا وصغير كنت مغرم فيه صراحه يعني لدرجه كان عندي بدلته كان عندي صوره ممضيه منه مره الوالد جاب لي بس ضيعتها وبندم عليها كنت حتى ارقص رقصاته ومن من ورا مايكل رقصاته ايه شوي من يعني ورا مايكل جاكسون كنت نجيبه عن جد 100% يعني مثله هو ذاته بس انا هو اساس كل حلم وعالية زياده بين هو وبي هالكومبينيشن اللي صار انه انا بدي اصير فنان عن جد. واو نيكست
بالتسعينات هيدي الصورة. صح. قديمة. هيدي الصورة بعبدة بمهرجان الوالد وقت غنى هو عاصي حلاني. كنت أول ما بلشت ونجوى كرم. نرفع ايدينا بعتمات الليالي اذا بتذكروا تحيه للاستاذ عاصي والست نجوى. كنا نحن ثلاثه لك اختي هي دائما ما بتحب تتصور وخيي مجد وانا وامي كانت ملبستنا امي هيك قمصان ما فيها صوره بيي كثير حلوه الصوره ايه كثير حلوه وكانت مهرجان كثير حلو قد ايه طابع هذا الصور حلو الصور القديمه كثير هيدي الصوره ما بتنسيها ابدا للعائله مزبوط هيدا انا وخيي ملحم جونيور وخيي مجد وامي بعرس فؤاد ابن خالي بعدكم اصحاب هلا انت واخواتك ايه بعدنا اصحاب جونيور جونيور دائما في تواصل خيي دائما بس انه ما بنشوف بعض كثير انا جونيور لانه هو مشغول وانا دائما مشغول بس دائما بنحكي مع بعض أوكي. عكس ما بينقال صراحه يعني صحيح نكست اه صور البرمجه ايه الله لك انا وين العزاوي عم لك وين العزاوي لا مش مبينين اصلا مشهور هيدي بربارة كنا بالسانتا تيريزا يا الله الصور شو مهضومين كنا مجموعين كلنا هيك ايام هلا كمان بعد يومين شو عامل كمان حترجعوا تجتمعوا هيك سوا دائما احنا مجموعين انا تحيه لعائلتي عائلتنا كبيره عن جد من خالتي وخالي واولاد عماتي وكلنا عائله كبيره وحلو هيدا الشغل اللي عنا اياها اللي دائما من صوره جديده هيدي هي العائله هيدي يعني بس كبرنا كبرتوا شوي صح هيدي كمان بباتش اللي يمكن تبع فؤاد الحلو فيها الله يرحم خيلة أبو ريما كان صورة جديدة مهضومي كلها قريب او هون هي انت تفاجأت كثير وخاصه بباتشلر كنت موجوده فجاه بيجي عليك يور كازن مزبوط مارسيل مزبوط مارسيل بربور تحيه لك هو بيكون ابي خالي ابي خالتي سوري تفاجأت فيه انا قاعد هو طويل هيك وضخم يغزلان واذ ببرم هيك بلي واقف حد هيك عم يطلع فيي واخذ الصوره كثير هيك عفويه وحلوه طب وعد قد ايه انت شخص كثير بيكي وهيك مثل بيك يعني بتدقق على الامور وبدك كل شيء على الاتيكيت كل شيء بده يكون خالص يعني انا بشغلي هيك يعني صراحه بحياتي هيك بهواياتي بتعصب هيك. يعني بتعصب على الشغله اذا ما صار ما بتعصب ولا بعصب لا بتعصب مش متعصب يعني, يعني انا بعصب اذا شيء بتوتر بتوتر بشغلي انا عم يعني مثل قبل ما افطر الحلقه بتوتر طالع على الحفله بتوتر بروح اشتغل قبل ما افطر الحلقه انه اكيد بس هلا صرت من النوع صرت احب بحب لانه صرت عم لاقي حالي اكثر مرتاح قبل كانت حلوه الصوره هيدي الصوره كثير حلوه كثير حدا لكش الموضوع بخبركم ليه لانه كنا بمطعم واجا مصور بدي صورنا عيط لبيي مرض عيط لامي مرض اخر شيء بدي اقول له انا عم بدنا نتصور ما حدا قلت له طب انا بتصور معكم صورنا اياه وعد تقول انت شخص بتحب عائلتك كثير بشكل مش طبيعي ومش بس هيك بتحب كمان الصيد صح. بشكل كبير صيد السمك وصيد عمري نص راح بالصيد صراحه ايه عن جد هالقد يعني هلا عم جهز حالك لموسم الصيد مع انه لا انا من وقتها توفى بي ما بقى طلعت مزبوط لانه كرفيق الصيد هو بي صرت جربت روح كم مره هيك ما قدرت صراحه صار عم جرب صيد السمك اكثر هي اللي تصيدناها هي ستينجري بيقولوا لها يعني هو بيقولوا لها بقره بحر تتاكل كثير طيب كبده سمك اللي إلها بدنابة شوكة ستينجري بما أنك بتحب كمان الصيد والصيد السمك والطيور بتحب كمان الكامبينج وهالأساس كتير كتير بعدك أنا كتير بحب الطبيعة كتير دايما بحب هيك نام بالطبيعة عنا مزرعة كمان بقضي فيها وقت بس أنا بحب شعور اللي أنت بالطبيعة لوحدك بالليل بس معك شيء إنه على قليل برودة شيء بس هر مسار بس هيدا الخوف بس أنا ما برودة صح مش لازم خوف يعني بس هيدا الشعور بحبه ما بعرف الغريب هلا وعد بدنا ننتقل انا وسرج لفقره 10 على 10 حلو فقره 10 على 10 بدك تكون جريء ماكسيموم معنا بهيدي الفقره بدنا نطلب منك لو شو ما كان يعني طبقهم يعني او هيك اذا بتقدر اول صوره المفروض انه انا بعرفك جريء هيك خبرتني قبل ما فوت تعال شوف هلا هون اول وحده ما فيها جرأة سافا بس انه ما بتنسي ابدا لبوس باسكال حبيبه قلبي بوسي عن جد بوسي تحيه كبيره لالي كثير مهضومه يعني. انا انسان هي اذا بدك انبلت العائله صح فيها حياته وانا بتمنى لها كل خير كان اذا شي مره رحتوا سوا حدا منكم مش موجود يا كنت معلق فيها كثير انا وزير كنت معلق ضلني معها كنت معلق فيها لدرجه يعني اعتبرها مثل امي كانت هلا دبي هي مزبوط وان شاء الله بترجع لنا بالسلامه من احلى عالم عن جد اللي بيعرف باسكال وبيعاشر باسكال
بصير صعب يخسر هيك شخص لأنه صحيح. عن جد عزيز. شو برجه؟ الحوت. وبرجك؟ الحوت. نفس البرج. نكس. إذا بدك تعمل ديو مع أحد واحدة من هول الثلاثة النجمة نجوى كرام. واحدة موجودين قدامنا. نجوى كرام، كارول صقر، وماجدة الرومي. مع مين تعمل؟ أنا بشرفني الثلاثة بس بنقي كارول. ثلاثتهم تعملوا مع الراحل. أنا بتشرف مع الثلاثة وحلمي بس أنا بشوف حالي أكثر لكارول. كارول صقر. صح. نكست. وتحية لألهم. أكيد تحية لألهم. بتحب الفوتبول كتير يعني صح. إذا فينا نقول وشايفين قدامة أساطير كرة القدم كريستيانو رونالدو، رونالدينيو، زيدان، رونالدو ميسي. وليونيل ميسي يعني إذا بدنا نصنفهم من الأقل للأبرز تأثير على الفرق مين بتقول؟ برأيك؟ كما فهمت من الأقل للأكثر تأثيراً على فريقهم يعني مين ببليش؟ 100% أنا ليك رقم خمسة واحد هو ميسي ميسي اقل هو لا اقل واحد بلا اثر عليه ما في كله نقوي مين الاقل زيدان رقم أربعة رونالدو كريستيانو رونالدو بيرجع رونالدو البرازيلي بيرجع رونالدينيو اوكي بيرجع ميسي الاول هلا اذا بدك ميسي الثاني يعني كريستيانو بتروح لميسي انا فعليا ميسي بحبه كتير بس كريستيانو شغله مش معقوله ميسي اوكي انت مين بتحب ميسي ولا كريستيانو رونالدو انا كريستيانو رونالدو يعني انتوا الشباب وقت بدي اقول شغله مهمه كثير سوري انا كنت ما بحبه ابدا كريستيانو رونالدو بس هي. اللي عمله كريستيانو هل اللي ضلوا مصر بده يربح صح. رجعت كثير احترمته بس انت مع البرشا ايه بس انا بحترمه بتحكي بتبين انه مع الريال اكثر بحترمه لكريستيانو على البكي اللي بكي ورجع حقه اوف عن جد انا هيك شخص كثير بيقرب عيني برافو نكست صوره جديده يلا شو تعلمت من نضال احمديه بجرس تي في كان في لك تجربه بجرس مزبوط كنت مدير مسرح تحت فتره قصيره اتعلمت شيء صراحه انه منها هي شخصيا انا ماني صحافي لاتعلم بس اللي كانوا موجودين مثل راجا ورودولف وكلهم تعلموا بتعرف اليوم كثير قوية بس هي انا بالفتره اللي كانت كثير تكون عصبيه وكانت تحمل هم كبير والجرس شغله كبيره كانت كثير ضغط ما قدرت اتعلم منها شيء لانه كنت ما اشوفها صراحة بعد في تواصل بينك وبين السيدة نضال الأحمدي أبدا بس أنا زعلان منها من شيء في عشاء بس إنه أكيد في كم هيك مقال نزلته ما حبيت حكيت حكى عني إنه مش حلو أبدا ومش بمحله يعني بس إنه ما بعرف شو الغاية من وراء بالنهاية ألم أو حر يعني بس أنا بحترمها كثير كإنسانة إنه قوية بتعاتبها يعني على هالموضوع إنه إيه إنه بعدني أول طريق إنه حرام هيك واحد تظلمي بعده على دخوله يعني بس إنه كان على مقاسي إيه كان على مقاسي صراحة بس بركي عم تعطي رأيك كرمال تحسين ببعض المطاعم يمكن بس ما هو واحد يحكي شيء صح لنعرف إذا شيء بيفيد ولا لا بس إنه نحكي لا next هلا أنا تشالنج البوكال هي تشالنج كتير مهضوم أنا في عنا بوكال وبقلب هذا البوكيل لح معنا دقيقة بهيدي الدقيقة لح نطلب منك إنك تسحب وتجاوب على الأسئلة دغري بدنا أجوبة صريحة يلا أول ما بتقراها أو أنت ما في وتكفيها رصيدي بالبنك هو قد إيه كبير شو كبير ما بدي أعرف من أول حلقة من 10,000 دولار انتبه ساقة بتجيب غيرني هيك طلعت هذا رصيدي 10,000 دولار بس 10,000 والباقيين غير بنك برصيدك اوكي يلا غيره لا دغري اسحب اوكي الصغار الكبار شكل مجنون مين بتلوم بسرعه ما بلوم حدا بلوم حالي على بعض المحلات انه تصرفت غلط كان لازم اتصرف لمت نضال احمدي من شوي ايه بس هلا انه ايه اوكي بس هلا بلوم حالي انا لفيت حالي يعني انا رحت فيه اوكي يلا بعد معنا 40 ثانية تهربنا شوي بخيرة بتلحق ايه لحزيت شوي بقى. بلد غير بلدك بتحبه سوريا واو كتير. عملت حفلة بسوريا ولا بعد؟ صح عملت حفلتين وحدة بقصر وحدة بقصر المؤتمرات وحدة بدار الأوبرا بس دار شوي ايه هيدي أنا كمان نزل أخذها لعنى بسامح مين؟
ايه مين بتسامح؟ انا انسان صعب سامح مشكله. مع برج الحوت ببعض المطار قد ما بحب بطل اقدر سامح لدرجه انه عن جد لانه بيزعلني مره ما برضى غير ما يدفع حقه 100 مره لانه مش حقود. برجع بقول لها قلتها مع جوي ساي وبقدم لها تحيه لان بحب من قلبي وبعطي من قلبي فبس اندقر بندقر بطريقه كثير صعبه. بعد عندي ورق. ايه بعد في بدنا ورقتين. مكان عنده ذكريات المزرعه بكفر شيمو. ذكريات حلوه انا والويلي كثير. بعد حلو المزرعه على ايه بتجنن. شو بتقول لعائلتك؟ بحبكم كثير والله يوفقكم فردا فردا وان شاء الله ضلنا مجموعين وبحبكم. بس بدي اقول شغله ايه معنا وعد بركات بعد بدي اثنين مش وحده. حركه بتكررها هيك خسلي هيدي هيك ضلني ما بعرف ليه مع انه ما عندي شعر. اخر وحده حلوين ولد بحبهم بسط بالحلقة كثير. لا عم بتصير اوكي مش لاقيكم خلوا عني قال اي ساعة بخلص حس السادسة ايه ايه شو على شو بتحس بشخص بتحس ب بقرا من عيون العالم بقري لشخص غيرك ري خلص قريتك من الاول. هل هتاني مرة بكون معنا ضيف بقلنا انا بقرا العالم خير ولا شر؟ لا انسان طيب كثير بس عقرب نكست صورة نكست صورة جديدة. عن شو بتتخلى؟ عن التلحين او عن صوتك او عن انه بتتخلى عن تغني عن انه تعلقت على الكلمه عن انه تغني اغاني بيك؟ بدك تتخلى عن وحده التلحين صوتك او اغاني والدك؟ لا اغاني والدي بتخلى عنه. بتتخلى عنه بتتخلى عنه تغنيهم بتخلى عنهم بس بقدر انا اعمل اغاني بس بدك بس انا اذا تخليت عن صوتي او عن الحين اتخلى عن اغاني والدي. ما انا قالوا لي انت ومحمد عيط لك وعد بركات تنون انا او وعد من بركات تنون وعد بركات لكن نكر والدي يا اخي. طيب وعد من عم يطلع ظهر بيو يا اخي ضعنه يا اخي حلو عني انا بدي اغني وانا مبسوطك وحر فيه حر فيه خلصنا شو لكم معي؟ ايه لا بتخلى عن الاغاني اكيد بس برجع بعمل طريقه بعملهم من زيتهم. ايه نكست في عنا ثلاث شعراء هلا مع مين بتفضل انك تتعامل مش او مش ما بدي لك بتفضل او مين بتحب اكثر انك يصير في تعامل هلا قريب بينك وبينه؟ نزار فرانسيس، منير بوعساف او مروان خوري؟ انا استاذ مروان بحبه كثير واستاذ عساف كمان بس انا اكيد استاذ نزار. استاذ نزار لانه في قربه وفي دائما تحيه كبيره. بس في ناس قالوا انه في خلاف بينك وبينه شوي صغير في حزازيه بمطرح. لا لا يا زلمه بالعكس احكي لنا ديركت. لا 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 بالعكس استاذ نزار ما فيك تتخانق معه ما فيك ابدا لان انسان كثير في وفاق هلا واضح يعني. هو طول عمره في وفاق بس العالم شو بتقول. لا لا يا اخي اوكي نيكست قد ما بدنا منقول بتلحن انت وقت مزبوط بدك تعطي بس مين اول وحده؟ اغنيه دانا دانا حلبي جورعد ومريم كلينك. مين بعطي لحن؟ بحس مريم كلينك ممكن تعطي لحن لها انه ايه انه ما بتخيروني بهون ثلاثه يعني ما في خيار اكثر. بس ايه مريم كلينك بلاقيها لانه اكثر انه ستيل اجنبي بتعمل. ايه برافو عليك برافو عليك وانه بتساعدني اكثر يوصل لحن اللي هو جماله. ما هي بزنس كمان الفن بدك ايه انه مثل الكلام واو الكلمه حلوه بس بتشتغل طريقه البزنس ولا لا؟ بكون ذكي بالفن خصوصا يعني هي بتعمل لك معقول بومينج؟ انه ما اقول بس انت ما عملت مع جاد خليفه بزنس يعني بومينج اجى تحت يا حرام عن جد راحت ما كان يستعمل البزنس بفنه. هيدي شغله ما كان عنده اياها انا عندي اياها. فتخيل اذا الله اعطاني 1% باللي اعطيه مع اللي انا عندي بحس بحقي بقدر حقي لانه هيدي اللي سالوني لا لانه هيك هيدي انا حسيت انه الله يستر لا لانه لا لانه هيدي شغلي عن جد يعني مره قلت بمقابله انه شو بتندم اذا خيروني يكون انا بي انه انا هول الامور لو قدرت اعملهم ما كنت بعمل ولا غلطه لو كنت منحب بتحس حالك مقيد بمطرح يعني كل شغله بدك تعملها بدهم يقرنوك يعملوا لك انا لا لك بس الناس ايه حقهم وهذا ما فيش يعني مش على راسك ايه متقبل انت ايه متقبل اول شيء ما تقبلت لان بدي كنت انا انه اثبت حالي بس هلا بالنهايه وعد بركات او وعد من حبركات الاثنين بيعنوا انا
شو بدكم عيطوا صار هاشتاجات وعد بركات وعد بركات خلص. محيطك بيساعدك باختيار الاغاني او اكيد باخذ رايك كمان اذا حتى طلعت باغنيه كتلحين و باخذ رايك اكيد 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 في كثير حوالي بترد عليهم ولا متشبث؟ لا 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 في ناس كثير باخذ برايها واوقات رايها بيزعجني وبس بكون رايها بمحله يعني وانا بالعكس انسان بتقبل متعاون يعني اذا صح بس اذا ما انه صح اذا تحكيه ما بقبله ابدا بس اذا صح بقول لك معك حقه على راسي حلو انا هيك شخص واللي بوجه كنت عم بقول لك انا اذا بزعل صعب ارضى بس اذا بيجي بيقول لي بكلمه خي انا بعتذر على اللي عملته ما كان قصدي كلمه يمكن بنسى ناطر شيء شركه انتاج ولا بعد اكيد كلنا ناطرين وكلنا بحاجه اللي مع شركه عمين نقدر بعينك ما في يضرب عين على حدا بده هن يضرب عين علي طبعا نيكست نيكست صوره جديده صورتك انت والبيت كثير بحبها كثير قديمه هيدي الصوره واختك عن جد غنوا على سلامتها اختي بحبها كثير وبي غنوة ما بتحب التصوير غنوة دائما هيك ما بتحب التصوير مع انه كثير بيلبق لها تصوير ويعني انسان كثير جميل اختي انا بحب جمالها غريب وصوره رائعه يعني يا ريت بعدنا بهاللحظه يعني وعد انت هلا حتكفي مشوار بياك الفن بفهم منك ولا عندك شيء ثاني للمستقبل غير الفن يعني لا لا انا رح كفي مشوار الفن خلص الفن بدمي نحن اولاد النهارده خلص نحن دورنا هي دي نيكست اغني له لانه نحن اولاد النهارده اكيد تشالنج ما بعرف بس رح تعمل تشالنج يعني بس ما بتصور انه وعد بركات اليوم معنا بليد. انه معقوله انه يزعل المشاهدين وانا بشك بهذا الموضوع لو سمحت ملاك. اوكي ما دعوه لا فرجيك هولي تو كاردز لو سمحت اوكي بدنا نطلب منك انك تقريهم اذا بدك بينك وبين حالك اوكي هني ورقص ما فيني احلك ليه نحن بالمناسبه سنتين ابو مي لا سنتين بعد يومين ايه ما اسمع انا زلمه ما في لا انا وحياة الرب سنتين اليوم. بعد يومين انا اليوم بس خلص قطع سنتين او لا 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 اوكي او بزعلهم ما بعمل الثانيه وحده ارقص على اغنيه مايكل جاكسون والثانيه مش غلط تتذكر اغنيه لما هي حرير على اغنيه الراحل حبيبي انت وشريكك الناس كلها عم تبعت لي عم بتقول لي ما بقدر بعتذر وعايز زعلنا لا كلام ما ليش. بتصدق قد بوس برجع برضيكم انا تركوها علي انا ما بزعل حدا طيب بس ابلين زعلك انت على الطلبه غنينا حبيبي انت وروحي انت ما بدي اسمع ما بقدر ولا اغنيه ولا اغنيه ما رح تغني ولا اغنيه فينا نسمعهم على اليوتيوب احلى صار ليه صوتك لا لا انت اليوم نجم ومعنا ما معقول نخلص الحلقه ما تغني لنا انا هذا كان على القليله رفران هذا كان طلب ما بقدر اغني لا حطيت شروط علينا ايه ما بدي تنكسفوا او ما تزعلوا يعني اول لايف بتخلص الحلقه وبيزعلنا هيدا الضيف المميز حيكون لا ما بدي تزعل ابدا بس بعتذر ما بقدر اغني اول شيء تغني بلا فرقه مش حلوه اثنين بفضل انه الوضع يكون غير هلا بس كل الضيوف بيجوا لعنا مطلب منهم تشالنجز وبيغنوا من دون فرقه ما خلص هيدا منه سبب ما تزعل ملاك لا 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 كل هيدي البراءه لا عن جد بعتذر اسالني اللي بدك اياه بس مش غني اليوم بليز عن جد سيرج انا كثير بعتذر وبعتذر من جمهور اللي هو قليل بس رح يكبر باذن الله بس انتم بتفهموا علي اكيد لو بعده اليوم الموسيقار ملحن بركات موجود كنت رح تغني؟ ايه لا رح اقول لك ليه لانه هيبه ابو المجد ما فيك تغني قدامه وانا هذا اللي فهمته الليل ما كان بده اياني اول شيء وبعدين رجع حتى انه انا اللي كنت مني جد وفعلا انا ما كنت جدي ما كان بده اياك تغني ابدا لانه كان شايف هو الساحه الفنيه كيف مش ما بده اياني لان انا ما بعرف غني لا انا صبي موهوم عنده صوت ليه ما بده يغني بس هو بيعرف قد ايه الفن ظالم قد ايه قهار انت بتقدر تحمل وعد فوت مش بتقدر تحمل ما تفوت وامي اكثر وحده قالت لي اياه يعني على الوعد اكيد يعودنا اياها بطريقه اخرى مش زعلني الي زعلكم قلكم على كل حال شكرا لك وعد بركات على الحلقه الحلوه مهضوم في قصص يمكن لاول مره بيقولها وعد او يمكن بيحكي عنها بعض الصور اللي اكتشفتوها عنه وبعض يعني كاركتيره بيقولوا يعني هلا تحت الهواء كثير شخص كريزي يعني ما في هيدي الحلقه الوحيده هلا بمسيرتي انه بتحكي دغري عن وعد هيك ف هني فاينلي بس كثير كاله شايف انا ما بدي تكون زعلانين لا 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 مش زعلانين شكرا لوجودك معنا ونكست نكست